أضواء في الأفق، غالبا هي سفينة. هناك أمر غريب دييغو، لم تكن السفينة في المكان المتفق عليه. خيرا فعلنا بإطفاء القناديل. دييغو، أرى سفينتين في البحر. وهذا لا يبشر بالخير. أبو محمد على متن إحداها، يبدو أن أحدا سبقنا إليه. من سيكون؟ لا يمكن رؤية الوجوه، لكنهم غالبا بحارة مسلمون. تقترب السفينتان من بعضهما، أي إنهما في وضعية القتال. لنتركهما يتقاتلان إذن، ثم نقضي على الطرفين. هذا يسهل مهمتنا أكثر. سنتقدم. رماة المدفعية، ذخروا المدافع واستعدوا. اهدأ قليلا، ما بالك تروى يا بيدرو؟ ما بك دييغو؟ هل بت تعصي أوامري؟ هدفي هو حمايتك كما أفعل دائما، ومهما كنت غاضبا مني فسأستمر في القيام بذلك. تعلم ما الذي أطمح إليه؟ أن أراك قد وصلت إلى المكان الذي تستحق. معك حق. أمر البابا واضح كالشمس، يجب إمساك الرجل حيا وتسليمه باليد، وفتح جبهة للقتال لن يحقق مبتغانا. بالفعل أنت محق، نريد أبا محمد حيا يرزق لا جثة. ثم أن سيلفيو سيرسل لنا أخبارهم وسنتحرك وفقا لذلك. لقد غيرت رأيي، سوف نعود. واضح أن هذا الرجل مهم بالنسبة لك، تعال خذه إن كنت تستطيع. ولنرى حجم قوة القائد عروش. هذا ما كنت أتوقعه. فلاديمير، مع أني غاضب من هروجو ولكن أأسف لحالتي هذه. ليتهم أخذوني مكانه ولم يمسوا أخي بسوء. موسى معه أيضا. لابد أنه قد ندم على الانضمام إلينا. يا ريس، لما تركتهم ولم تأذن بهجومنا؟ ببساطة، لأن لقاءنا بشاهين لم يكن صدفة، لقد خطط للأمر. وحين كانوا في مواجهتنا رأيت ظل سفينة أخرى في عمق البحر. لم أنتبه، هل أتوا لمؤازرة شاهين؟ لا أتوقع. أظنهم من كلف ثيو الأعور باختطاف أبي محمد وأتوا لاستلامه، ونحن لا نعلم كم عددهم وعتادهم، والقتال دون معرفة حجم العدو حماقة. ثم إن رفاقنا بين أيديهم، والحرب التي لا تعرف عاقبتها ليس من الشجاعة أن تخوضها. والقائد الذي لا يختار ميدان معركته أو يفتح جبهة باندفاع أهوج لا يستحق القيادة. لا تنسى ذلك مطلقا. ليتنا قتلنا على يد أنطوان بكرامتنا ولم تسرق سفينتنا. لا يا أخي، سيدفع شاهين ثمن فعلته آجلا أم عاجلا. كن مطمئنا.